مصالحنا زوال هذا اليوم حادث مرور خطير ومميت، تمثل في انحراف لدراجة نارية حيث وقع الحادث على الساعة 2:15 زوالا، وسجل على مستوى الطريق الاجتنابي رقم 3 بلدية دائرة وهران، وخلف للأسف الشديد وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 25 سنة. تم تحويله من قبل مصالحنا نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي. كما سجلنا خلال نفس الحادث إصابة شخص آخر، هو شاب يبلغ من العمر 19 سنة، تم تقديم له الإسعافات اللازمة في عين المكان وتحويله على جناح سرعة نحو مصلحة الاستعجالات بذات المستشفى. إذن مديرية الحماية المدنية لولاية وهران تدعو الإخوة سائقي هذا النوع من المركبات أي الدراجات النارية بضرورة التحلي بأعلى درجات المسؤولية والحيطة والحذر أثناء قيادة الدراجة النارية، من خلال أولا ارتداء الخوذة بالنسبة لسائق المركب لسائق الدراجة النارية وكذلك مرافقه، واحترام قانون المرور وعدم استعمال المناورات والتجاوزات الخطيرة، كذلك تفادي استعمال السرعة المفرطة خاصة داخل النسيج العمراني أو المناطق الحضرية.